هاجر، أهلا بك، أنت معنا على المباشر. دائما نحاول رصد إذن أجواء لليوم الثاني بعد قرار فتح المساجد كذلك الشواطئ. تفضلي هاجر. مساء الخير أحلام، مساء الخير لكل المشاهدين. نعم، نحن في اليوم الثاني من الإعلان عن موسم الاصطياف والرفع التدريجي للحجر الصحي الذي خص هذه الفترة المنتزهات والشواطئ، خاصة للعائلات والأطفال ليتنفسوا سعداء. يعني بعد أزيد من 5 أشهر من الحجر الصحي فتحت الشواطئ من جديد، فتحت أيضا منتزهات التسلية. متواجدون الآن بشاطئ النخيل، هذا الشاطئ الموجود ضمن قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية الجزائر. هذا الشاطئ الذي يعرف توافد المواطنين يعني من البارح وما يجوا لهنا. معي تلميذ، ربما صباح الخير. صباح الخير اختي العزيزه. قولي، جيت البارح للبحر؟ لا لا، كان البارح الغاشي، كان ما قدرناش، ما كاش كيفاش نجوا لهنا باسكو كان البحر كان مكتظ بزاف، كان الغاشي ما كاش كيفاش نجوا هنايا باسكو كان الغاشي بزاف. واليوم جانا جينا باسكو غاشي باينه بلي ناقصه شويه خير من اللي البارح. قول لي، يعني هل تعلم على بالك الاجراءات الوقائيه اللي لازم ديرهم في الشاطئ؟ وي باينه اللي دايروا البافيت ونبعدوا ما بيناتنا مترا وما نتقربوش بزاف البدانه لبعض. ويعني بالنسبه للاجراءات الوقائيه تحترمهم 100% ولا وقتاش نحي البافيت تاعك وقتاش عرفت قبل ما تجي للبحر الاجراءات هذه؟ ايه عرفتها باسكو راهم علمونا من قبل باللي لازم بافيت ولازم متر على بعضنا ولا واحد الشهر ولا 15 يوم ولا باش نبداو نعاوف الاجراءات هذا. وكيفاش راح يكون البرنامج تاعك ربما في هذه الفتره القصيره اللي تفتحت فيها شواطئ، خاصه انه انت كنت حصلت على شهاده تعليم متوسط هذا العام وقريب ان شاء الله تروح للثانوي؟ ان شاء الله، ايه ان شاء الله تجوزنا، ما طولنا البيان ان شاء الله مزيه واغتنمنا الفرصة هذه باش نريحوا شوية في البحر، نصولاجيو شوية خير من نريحوا في الدار قدانا وما نجوزوا شوية صيف مليح، خاطر باسكو كان كورونا ما كان والو، كنا مريحين في الدار، كنا مريحين ما كان والو، فيد قاتلنا الفيد. شكرا لك. نعم أحلام، هذه الأجواء هنا بشاطئ النخيل، مواطنون يتوافدون هنا منذ الساعات الأولى من الصباح إلى الشاطئ للترفيه للترفيه. عودة إليك أحلام. شكرا لك هاجر بوعلي، كنت معنا على المباشر من شاطئ النخيل.